ايه يا شادي؟ لا انا معاك اهو، ومعايا الجهاز بتاع ليلى. ماشي، خد وقتك. اه تمام، في كود جه اهو، هبعتهولك على الواتساب. يا ابن اللعيبه يا شادي، برنس يا ابني والله. ماشي يا حبيبي، هكلمك تاني. تسلم لي حبيبي، سلام. اي خدمه. خلاص اتقفل؟ عيب عليكي. ميرسي يا هشام، انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. على ايه؟ انت المفروض كنت تقولي لي اول ما ده يحصل، عشان ما تفضليش تلفي حوالين نفسك كده كتير. مش عارفه ازاي ما كنتش مركزه خالص، ما فكرتش. لا معلش، بقى ركزي وفكري، والحاجه دي تحصل بعد كده ان شاء الله. مش هتحصل، بس تحصل تكلميني على طول عشان اقدر احلها لك بسرعه. حاضر، هبقى اعمل كده. بس انا عندي سؤال. زي بعد كل الريبورتس اللي عملناها دي، الاكونت ما اتقفلش؟ عادي، الاكونت بتاع السكيورتي عالي شويه. طب هو احنا ممكن نعرف مين اللي عمل كده؟ هو الموضوع ده بياخد وقت، يعني ما ينفعش اعرف لك كده دلوقتي مين اللي عمل كده. فا اديني وقتي بس وانا هحاول اوصل لك مين ده. مش بسرعه، بيخلص الحوار كده بسرعه يعني، فاهمه؟ واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.